عليكم. اليوم نشوفوا مع بعض صفحة 16 و17 من كتاب القراءة الفرنسية سنة 5 ابتدائي. نروحوا نشوفوا مع لاباج 16. نشوفوا هنا عندنا الدرس الأول كونجوغيزون. لو تيتر دو تكست، عنوان النص هو لو غارديان دو زو، حارس حديقة الحيوانات. بوزيد اي لو غارديان دو زو، هذا الرجل اسمه بوزيد، هو حارس حديقة الحيوانات. Il adore les animaux، هو يحب الحيوانات. Le matin، في الصباح، il nourrit les perroquets، يطعم الببغاء. Il nettoie aussi les cages، ينظف كذلك القفص، الأقفاص، ولا جيبغي يقولوا الأقفاص بالجمع. Au moment de la douche، في وقت الحمام، le petit éléphant est content. Au moment de la douche, le petit éléphant est content. يعني عندما يبدأ يحمم للفيل، الفيل يكون جد سعيد. Il y a aussi Maya. يوجد كذلك مايا. C'est sa gazelle préférée. هي غزالته المفضلة. يعني الغزالة اللي يمتلكها هذا بوزيد حارس حديقة الحيوانات، الغزالة اسمها مايا. Son prénom est مايا، إلا نومي مايا. Depuis que sa patte est blessée، منذ أن انجرحت في رجلها، elle ne court plus vite. C'est une bête fragile. Elle ne court plus vite. لاحظوا هنا رانا نديرو النفي، لا تجري كما كانت في السابق. Elle ne court plus vite. C'est une bête fragile. هي حيوان حساس. Une bête، c'est-à-dire un animal. قلت لكم كيعطيكم في الامتحان ولا يقول لك اعطي مرادف تاع اون بات، تقول له ان انيمال. نشوفوا الان الاسئله. اذا هنا قالوا لنا لي لو تكست، اقرا النص، بي اكري لي فراز كومبليت سور طون كاي، واكتب الجمل على كراستك. هنا لو بوت، المغزى من هذا الدرس هو اننا نستخرجوا من الجمل، يستخرج التلميذ لو سوجي، يعني من هو الفاعل في الجمله، نستخرجوا لو سوجي اللي هو الفاعل في الجمله. لاحظوا مع بعض هنا لا بروميير فراز، بوزيد اي لو غارديان دو زو. بوزيد سي لو سوجي، داكوغ. كون لاحظتوا هنا دايرين عريضه، كتبوا لكم لو سوجي يعني هو الفاعل، اي لو غارديان دو زو. باش نستخرج لو سوجي دو لا فراز واش ندير؟ راح نسال السؤال كي، اللي هي من بالعربيه. نسال سؤال من الفاعل في الجملة. من هو حارس حديقة الحيوانات؟ من هو؟ سي بوزيد كي هي لو غارديان دو زو. إذن بوزيد هنا هو سي لو سوجي، هو الفاعل، نكتب تحته سوجي. لو غارديان أدور لي زانيمو، الحارس يحب الحيوانات. من الذي يحب الحيوانات؟ الحارس. الحارس هو لو سوجي، الفاعل. مالا اون فرونسي سي لا ميم شوز، نقولو كي، نخبي هادية، نقول كي ادور لي زانيمو، نقولو سي لو غارديان كي ادور لي زانيمو، نجاوب نصيب لو غارديان هو الفاعل، هو لو سوجي. إيل نوري لي بيروكي، هو يطعم الببغاوات. إذا من يطعم الببغاء؟ هو. مالا هو ضمير، سي ان برونون، و لو برونون il peut remplacer un sujet. نقدر نقول بوزيد، نقدر نقول هو ضمير الغائب. لو برونون il، دونك لو برونون il سي ان، هنا راهو il joue le rôle d'un sujet dans la phrase. مايا اي سا غازيل بريفيري، كي اي مايا؟ كي اي سا غازيل بريفيري؟ عفوا، كي اي سا غازيل بريفيري؟ سا غازيل بريفيري اي مايا. Donc Maya c'est le sujet. La gazelle est une bête fragile. La gazelle هي حيوان حساس. من الذي هو حيوان حساس؟ هي الغزالة. إذا la gazelle c'est le sujet. أكو تلاحظوا كيفاش نستخرجوا le sujet من الجملة. Elle est fragile. هي حساسة. هي تكون حساسة. من التي تكون حساسة؟ هي. إذا elle هي ال، هذه هي لو سوجي، مفهوم. شوفوا هنا غولي لو تكست، كي اي كونتون او مومون دو لا دوش، جاوبوا على السؤال من الذي كان سعيدا في وقت
الحمام في وقت الغسل. نرجعوا نشوفوا لو تيكست شكون اللي كان فرحان. قلنا مقبل. او مومون دو لا دوش لو بوتي تيليفون اي كونتون. اذن كي اي كونتون او مومون دو لا سي لو بوتي تيليفون. اذن هنا لو بوتي تيليفون سي لو سوجي دو لا فراز. جاوبنا على السؤال كي كي اي كونتون او مومون دو لا دوش. من الذي كان سعيدا في وقت الحمام؟ هو الفيل. إذن الفيل لو بوتي تيليفون هو سي لو سوجي دو لا فراز. مفهوم؟ نشوفوا هنا دوكا الجمله. السؤال الثالث ركوبي لو تيكست. انقل النص بوي سوليني لي سوجي. وسطر على لي سوجي يعني على الفاعل في الجمله. ياسين ام فوار لي زانيمو دو زو. ياسين يحب ان يرى الحيوانات في الحديقه. من الذي يحب ان يرى الحيوانات؟ كي ام فوار لي زانيمو سي ياسين. ما ياسين سي لو سوجي. ندير اس تحت اس معناتها سوجي. سا جيراف بريفيري اي مالاد. غزالته المفضله هي مريضه تكون مريضه. ملا من التي تكون مريضه؟ هي غزالته المفضله. ملا كي اي مالاد. من التي هي مريضه؟ سا غازال سا جيراف بريفيري. عفوا لا جيراف زرافه. إذن سا جيراف بريفيري كامل الجملة هذه منا حتى لهنا. سا جيراف بريفيري هي لو سوجي. إلي بليسي ألا بات. هذا الفعل كي بليسي ألا بات. من هي مجروحة في الأرجل؟ هي التي مجروحة. إل. إذن إل سي لو سوجي. إل سي لو سوجي. إلا ما فهمتوش ما فهمتوش مليح كتبوا لي في التعليق نعاود ندير درس سبيسيال على لو سوجي هكذا تعرفوا تستخرجوا مليح. نديروا تمارين مع بعض ونزيد نشرح اكثر. غولي لو تيكست بوي شوازي لا بون ريبونس. عاود اقرا النص وجاوب على السؤال. كو سيتيل باسي دوبوي كو مايا اي بليسي ا لا بات. ما الذي حصل منذ ان مايا اللي قلنا مقبل مايا سي لا غازيل ان بريفيري دو بوزيد. هي الغزالة المفضلة عند بوزيد. كي بوزيد؟ بوزيد سي لو غارديان دو زو. مفهوم؟ انا معاها في الموضوع، انا ندورو في الموضوع. الو ال نو بوا بلو فيت. هي لا تشرب بسرعة. ال نو كور بلو فيت. هي لا تجري بسرعة. هي لا تجري بسرعة كما كانت في السابق. قلنا في النص باللي دوبي كو سا بات كو لا بات دو لا غازيل اي بليسي elle ne court plus vite. Donc, on va choisir la deuxième réponse. La gazelle ne court plus vite. Pourquoi? Parce qu'elle est blessée au niveau de la patte. Iden, elle ne court plus vite. Hadi, hiya jumla manfiya. C'est une phrase négative. Lou kan nqolou nhab had jumla al manfiya had la phrase négative, narjaha affirmative, narjaha oui. Yani eh, na'am. Nqol نقول هنا مكتوبة ال نو كور بلو فيت لا تجري بسرعة. أنا نحب نقول هي تجري بسرعة. نرجحها جملة ماشي منفية، جملة اون فراز افيرماتيف. نقول نحي نو ونحي بلو ونقول بلو فيت عفوا نحي بلو فيت ونقول ال كور. هنا ال كور غابيدمون. نقدر نعوض فيت باغ غابيدمون. نقول هي تجري بسرعة. كي نرجعها لا فورم نيجاتيف نقول ان نو كور بلو فيت. مفهوم؟ نروح نشوف المثال. هنا عندي فراز افيرماتيف ال مارش فيت. هي تمشي بسرعه. كي نرجعها فراز نيجاتيف نقول ال نو مارش بلو فيت. لاحظوا بلي لا نيجاسيون راح تكون بالنو والبا. نو مع با ولا نو بلو. هنا ندير نو تجي قبل الفعل وبلو هذه تجي بعد الفعل. Complète les phrases négatives sur ton cahier. C'est un grand parc. Les élèves peuvent terminer leur visite. Depuis qu'il s'est cassé le bras, il ne porte. Yani hna fi lmakan lazeq rah nhatou bien sûr ne plus. D'accord. C'est un grand parc. Les élèves ne peuvent plus terminer la visite. Ou là ne peuvent pas. Ana ndirana par exemple ndirou ne pas ou ne plus. Yani, c'est les formes de négation.
Maintenant, ne plus. Depuis qu'il s'est cassé le bras, il ne porte plus d'objets lourds. Lorsque la page 17, alors, le sujet, le verbe, le verbe de la phrase, le verbe, je fais mieux les kalimat hado, je te fais mieux les قواعد في الفرنسي, d'accord? Mais là, que fait la gazelle? ماذا تفعل الغزالة؟ أنا أشوفه في الصورة. regardez. La gazelle boit. الغزالة تشرب. صافي تشرب راهي فعل في حركة هي تشرب. هذيك الحركة تاع تشرب سي تان elle fait l'action de boire. صافي la gazelle boit l'eau du ruisseau. إذن هي الغزالة تشرب. تشرب هنا هو الفعل. من الذي يشرب؟ Qui boit sur le dans le ruisseau? C'est la gazelle. Mais là, quand nous avons dit le sujet, nous avons dit la gazelle, c'est le sujet. Il y a le fait, il y a le mot qui est le mot 16. Idem, la gazelle, c'est le sujet. Bad sujet, il y a le fait. Bad le fait, il y a le fait. Idem, maintenant, la gazelle boit l'eau du ruisseau. D'accord? Elle se nourrit de feuilles d'arbres. Il y a le tataradamin awraq al-ashjar. Il y a sujet. Il y a. من الذي يتغدى؟ هي ملا هي سوجي صح خلاص قلنا سوجي اذا هي ماذا تفعل؟ كاس كان في ال سنوري ال سنوري هي هو الفعل تتغدى هاي لك تتغدى المونج تاكل لي فوي دارب اوراق الاشجار اذا ال سنوري سنوري هو الفعل هو لو فيرب الفعل لو فيرب يعني الفعل الفعل هذا كي يكون مصرف نقولوا له كونجوغي معناتها راه مصرف هنا dans le cas de bois راهو مصرف se nourrir راهو مصرف كي يكون ماشي مصرف نقولوا الفعل راهو à l'infinitif كي نقول الفيرب à l'infinitif ça veut dire qu'il n'est pas conjugué معناتها ما راهوش مصرف عندنا مثلا هنا le verbe boire le verbe se nourrir يشربوا ياكلوا se nourrir هنا عندي boire لاحظوا بلي هذا c'est un verbe du troisième groupe Ou se nourrir, c'est un verbe du deuxième groupe. Nous faisons l'exercice suivant. Septième question. Complète les phrases par les verbes suivants. Nous avons Akmil el-Jumal bil-af'al at-taliya. Serre, grimpe. Serre, maintenant, il y a de râteau. Ou le yahkum, bi-kouwa. Grimpe, yakfizou. Nous avons un singe qui tient une banane entre ses mains. Nous faisons l'exercice. Au zoo, في حديقة الحيوانات, le singe, القرد, sur les branches d'arbres. وش نقولو؟ نقولو grimpe, يقفزو. Donc ici, vous allez écrire grimpe. Ici, on va écrire grimpe. Avec sa petite main, بيده الصغيرة, il serre une banane. يحكمو, يشدو الموز بقوة. Il serre يضغط على الموز يعني يشده نشوفوا هنا المغزى من هذا الدرس لو كومبليمون دوبجي ديريكت ها لو سي او دي دوك نحط لكم الرابط في لا ديسكريبسيون في صندوق الوصف تاع الدرس تاع لو سي او دي لو سي او اي اللي حاب يفهم اكثر الدرس يرجع يشوف الدرس كامل هكذا يفهمه مليح عندي هنا لو كومبليمون دوبجي ديريكت كي ريبون على لا كيسيون كوا يجيب على السؤال ماذا كي نقولوا هنا مثلا كو نيتوا بوزيد بوزيد نيتوا لي كاج نسال سؤال نقول بوزيد نيتوا كوا ماذا ينظف بوزيد ماذا كي نجاوب على السؤال ماذا نتحصلوا على لو كومبليمون دوبجي ديريكت ما هو كومبليمون دوبجي ديريكت بالعربيه هو المفعول به سي لو سي او دي عندي هنا التمرين الثامن complète par le complément d'objet direct adéquat. Akmel B, le mafoul B, le munasib. Le perroquet, le papara. L'ordinateur, le computer. Le journal, le jarida. La radio, le média. À la maison, papa écoute. Fil bait habillé stemiro, il a écoute. Akid nsmaou haja, li nsmaouha entre. Les compléments radio, c'est la radio bien entendu. Donc ici nous allons écrire papa écoute la radio. Yesma'u el-media.
مامون لي تقرأ تقرأ أكيد راح تقرأ ماشي حين نقراو لورديناتور لو بيروكي اون زالون لير لو جورنال الجريدة الوغ مامون لي لو جورنال ياسين برونش برونش برونشيو يعني حنا نديرو حاجة تاع تريسيتي إذا برونش لورديناتور الكمبيوتر برونش لورديناتور سا سوغ نوري أخته تطعمو dans sa cage je crois que la cage bien sûr c'est le perroquet et dans là nous le perroquet tu as le à la jumla à la maison papa écoute la radio maman lit le journal Yassine branche l'ordinateur sa sœur nourrit le perroquet ou هادو ما لي كملناهم كامل الاجوبه هما سي دي كومبليمون دوبجي ديريكت يجاوبوا على السؤال ماذا كوا هنا عندنا que fait ton animal à la maison en trois phrases décris ce qu'il fait pour le présenter à tes camarades utilise un complément d'objet direct et une phrase négative les اذا عندك حيوان في البيت ام اذا ما عندكش يعني وصفه في ثلاث جمل و tu le présentes يعني قدمه لنا في ثلاث جمل ودير فيه complément d'objet direct دير فيه مفعول به كيما هنا في الامثله وديروا فيه اون فراز نيجاتيف كيما ذكرتها كيما شرحتها في الصفحه 16 ماذا بيا هذا التمرين جاوبوا لي عليه في التعليق ونصح لكم اذا كان فيه اخطاء والسلام عليكم الى فيديو لاحق